في ما بوقف لو خلص حروفي رح قلك رح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي لما نصير بطاعة الله إلنا أجر كبير لما بنعمل كل شي قاله وصانا الرسول الله بيرضى وبيعيشنا في الجنة على طول